عاوني عاوني الله يطلع عليك على راسي. يا كريم حاسبنا بمعيته. يلا حاسبك شو بقى خربانين؟ مالك شايفنا عم نحط القياس؟ بعدين قديش بدك؟ لك شو قديش بدي؟ قرشين ونص. شو؟ قرشين ونص؟ والله كل فكري بلغوتين ونص. شو رح تسلبها علي لك عمي؟ انا شردتك من هنيك وقلت لك قرشين ونص. شو بدي اسلبها ما اسلبها؟ بس انا كل فكري انه بلغوتين ونص الله وكيلك. اطلع بالقرشين ونص احسن ما اطلع بروحك. ايه خلص خلص، رح نعطيك قرشين ونص حطهم هو. روح جيب الباقي، روح جيبه. يخرب بيتك شو بلا وجيب. الله لا يبارك له. تفضل روح الله معك. الزباين لا عمى يخرب بيتكم حرميني على اخر السماء. شو ها؟ شو هالقصة هي؟ شو هالخيرات اللي بأرض الديار؟ شو هاد بيت أبو نجيب ولا أنا غلطان؟ والله مالي غلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو نجيب؟ أبو نجيب؟ لك شو بقى؟ رد علي أبو نجيب؟ أبو نجيب؟ أبو نجيب؟ لك شو صاير ده؟ لك ليش هي؟ لك أبو نجيب؟ غردت علي حبيبي شو بوشة؟ آي! يخرب بيتك! الله لا يوفقك. أسود بس قلبه أبيض هالباذنجان. دلموني يا بصل. الله لا يوفقك يا بشي. الله لا يجبر بخاطرك يا رب. لك لك لك. لك مو هذا الحنون؟ لك ايه والله صلنا زمان ما شفنا وين كان. دقيقة يا ابو الضوء عملني دقيقة حطني دقيقة. شو بدك تشوف فيه؟ حطني. مينو ها؟ ابو نجيب الكلب. مين بيحكي عني؟ مين بيحكي عني؟ شوف فيه؟ هيك عملت معك سلمني. لك يا حنون؟ لك شو امشي معي امشي معي. بدي حطني دواء. لو عندك تاخذ منك هلا الدواء بالحنون. لا لا ابو نجيب ما ينشك عطه. فرجيني ايدك لشو؟ ليش بدك بايدي؟ لك فرجيني عليها. لك ما فيها شيء. لا الحمد لله متحسنة متحسنة. ان شاء الله معافى ابو حميد. اخي شو فيها؟ ما فيها شيء. عدني من نجيب بس شوية دم بس ما فيها شيء. ايه الف الحمد لله. قل لي انت في معك مفتاح لباب الزاشي؟ ايه معي. هات اعطيني انا اشوف. هات. ليش بدك فيه؟ بدنا ندق واحد عليه. هات وخلصني. بس بترجع لي اياها. تكرم عيونك. لا حول ولا قوة الا بالله. يخرب بيته عليك بالشيبة. خلصني هات لشوف. يلا لاخوان 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 خدوا هربوا. ابن نجيب ابن نجيب يمكن يمكن البيبي ما أنا ليش حبسوه مثله؟ لا يكون بدي موت معه. لازم أهرب عالضيعة. لازم أهرب عالضيعة. بس شلون بدي أترك الضامات وزبيبة دافع دم قلبي حقه؟ لا لا ما رح أتركه. لو بدي موت ميت موتة. يا ناس يا عالم يا هو.
اخي طالما الزلمه ما منه امان والاحمر بيد الله دخيل اسمه الرب فالاحسن انك تاخذه على الضيعه يعني بل ما نودي هنيك يموت بين اهله وقرايبينه. اي نعم، لانه اذا كان مات هون ودفناه بالشام اكيد اهل الضيعه راح يعتبوا عليك وخصوصي الوالد. والله انا كنت عم فكر بهي القصه بس ماني عارفان شلون بدي اقابله. لك اخي شغلتك بسيطه، ليش معقده؟ نمشكو من كتفه من ايديه ورجليه بنحطه على عربايه الارض نربطه فيها شباب. لا اخي لا، خليه يموت هون احسن ما يفلت من ايدكم ويعضوا لابو محمد. مش برا وبعيد ضل الله ولا فالك يا سيدي. مو مشكله، ساعتها باخذك معي بتساعدني عليه. لا الله يستر على عرضك اخي، انا بخاطركم. يا سيدي هذا وين بدك تعدي معه؟ ابو لطفي ام عمر الطالبي مشي يقول المخترق. اعوذ بالله، شو عم تحكوا انتوا شو شيخي؟ ابو زهدي عم بيحكي لي لازم ينحكى يا ابو لطفي. المختار راح وما حدا بيعرف وين اراضيه، بعدين هو ملك بالمخترم من بعده منه. يحرم علي كرسي وطاولته من بعده، شو عم تحكوا انتو؟ بس اذا كانوا لا بد يعني بقدر مشي امور المخترم شهر اثنين بالكثير ثلاثه، بعدين بتشوفوا مختار غيري. اصيله ابن اصول يا ابو لطفي، بس انت مختارنا من بعد ابو وضاح الله يذكره بالخير، وما بدنا حدا غيرك. عدم المؤاخذه يا جماعه، انا والله مالي فاضي للمخترم، ولا حقدر اعبي محل ابو وضاح، ولا حقدر اكون مثله. أبو وضاح شبائل، أبو وضاح كان سند لأهل الحارة كلياتها، كان عزوتنا كلياتنا. شو شيخي؟ إيه والله كلامك صحيح. أبو نجيب، يا أبو نجيب رد علينا. أبو نجيب، أبو نجيب مات. ها هي أبو حميد، أبو نجيب مات. رحمة الله عليك يا أبو نجيب. لا ولا قوة إلا بالله. إمتى مات؟ حمصات أبو خضامي أحسن من حمصات أبو نايف، لأنه تجار فول حمدية كلهم بيعرفوه. أبو محمود ابن عمي وأبوك بيقربني. شو بو محمد؟ بلش يخربط، شكله المرض مسك فيه منيح. أبو نجيب قبل ما يموت ضياه؟ لك ما ضياه، كنا الحكيم مش رجع من المغرب. لكن يلا يا جماعة يلا، خلينا نكتفه وخلي ابو محمد ياخذ عرضيته، نحن لازم نروح نغسل ابو نجيب ونطلع باجره. ايه بس انا كمان لازم اطلع معكم بالاجر. اجرك عند الله ابو محمد، شو بدك؟ روح تقضيع في اكبر اجر يا رجل. يلا يا جماعه يلا، يلا خلينا نكتفه، يلا. شو بدكم؟ طول بالك طول بالك، جايين نسلم عليك يا حبيب. من بعيد؟ من بعيد؟ من بعيد؟ ابو حميد شو عم يجعل؟ حلي حلي انجب من الرئيس، والنيران عم تطلع من راسي. ابو حميد بتروح الضياع؟ ايه بروح. خلي امي تاخذني على ام العز تحكمني. الدخيل عارفكم اخذوني. ليش امه لساتها عايشه؟ لك شو عايشه؟ امه ماتت وصارت عظامها مكاحل. حتى هي ام العز اللي عم يحكي عنها ميتة من 10 سنين رحمة الله عليها. يلا ابو حميد يلا، بدنا ناخذك على الضيعة. يلا يا شباب اسمح لي. ابو حميد شكرا راسك روح على حتى فاتوا معقول. خليك يا اسلام دامي هون، بكره بنفرون على روح ابو نجيب. قلتك والله. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم
الموت. الله يرحمه ابو نجيب. شو اخذ معه؟ شايف؟ وهي كرزت اخي ابو نجيب من ذهب ومصاري، والله وكيلكم. تكاليف العزاء تبعه دفعتها من جيبتي. الله يسامحه، مالي من نيه، بس مشان تعرفوا الحقيقه. توكل الله يا رجل، توكل الله. مالك ومال اخوك ابو نجيب واحد؟ لا يا جماعه، الدنيا فيها موت وحياه، واخي ابو نجيب في وراه حريمات، وابن نجيب لابد ما يرجع الحاره. ابو فارس معه حق وكلامه ملوزان. الله يبارك باصلك يا ابو فارس. الله يبارك فيكم، وانا مشان هيك بدي كمان تكتبوا علي شافت ورقه بينوا فيها ذهبات اخي ومصرياته، انه انا امانه برقبتي، الدنيا فيها حياته. اي نعم، قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ياتيكم الموت بغتة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ايه اخي، شو عليه؟ هلا لكان بنكتب ورقه وبنمضي عليها كلياتنا، بنخليها بعهده الشيخ نزير. اي نعم. ايه ابو حماد، شو صار مع ابو حميد؟ والله مثل ما قلت لكم، ابو حميد اهله بعثوا له عند البدو مشان يتعالج، ولهلا ما في خبر. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. الله يحسن ختامنا يا جماعة. آمين يا رب العالمين.